بالبيت بالبيت نايمين. فقنا هيك العصر بدنا نعمل أكل وإنه ما شفنا إلا بوف. إجا حد حد إجا حد حد شو اسمه ياسف طاها إمات طاها وابن الجروح بالشو وبعدين شو اسمه مات هو وبعدين هن راحوا على الشام. دار عمي مطرح ما اجى صاروخ الدبابة حد الحيط الصاروخ بدون ما اجى على الحيط اجى بدار عمي. ايه ثم ضلينا بنص الطريق وهالراي ما تضرب فتن بيت عمي زكريا. تاني يوم بعدين رحنا شفنا دار عمي كله مهدمة، هالأزاز مشل مكسر، هالسرق هالبيت مقطع تقطيع. رحنا دور لا بزعل نسيت البسكليت، نسيت ألعابي كلها، نسيت الكمبيوتر. إنه راحوا صار شقف هلأ.